بسم الله الرحمن الرحيم. للبيع 20 فدان بمزرعة أرض الدبلوماسيين، أرض السفراء، على مسافة 30 كيلو من مدينة وادي النطرون، و50 كيلو من مدينة السادات. 20 فدان عبارة عن 7 فدادين مزروعين مانجو، 7 فدادين مزروعين مانجو، كيت إنتاج متميز جدا، و10 فدادين مزروعين موالح، برتقال صيفي ويوسفي مركت، و3 فدادين محاصيل. زي ما حضرتك شايفين المزرعة تابعة للهيئة التعمير والتنمية الزراعية، موقع ممتاز، زراعة متميزة. زي حضرتك شايفين دي زراعة المحاصيل، الفول الأخضر زي ما حضرتك شايفين، زراعة مثمرة منتجة. مانجو زي ما حضرتك شايفين المزرعة من الداخل، انتاج عالي. المزرعة 20 فدان في أرض الدبلوماسيين، أرض السفرة، سكن للعمال وكهرباء عالية ومياه منقاة، من أفضل مواقع المزارع الموجودة في أرض السفرة. زي ما حضرتك شايفين مزرعة مزروعة بالكامل، 7 فدان مانجو، و13 فدان 10 يوسفي برتقال صيفي، و3 فدادين زي ما حضرتك شايفين محاصيل ممتازة، زرع ممتاز، محاصيل ممتازة. زي ما حضرتك شايفين أنا ماشي داخل المزرعة، زي ما حضرتك شايفين حتى زراعة الفول داخل المزرعة مثمرة بطريقة عالية، ما شاء الله. اللهم صل على حضرة النبي، زراعة ما شاء الله، اللهم صل على النبي. حتى محصول الفول ما شاء الله، اللهم صل على النبي. أرض ممتازة، حتى الفول مزروع مع شجر البرتقال اللي موجود واليوسفي بداخلهم للاستفادة من الأرض لحين إنتاج البرتقال واليوسفي. زي ما حضرتك شايفين شجر برتقال طارح، حضرتك شايفين ما شاء الله، سنة زراعة وطارح زي ما حضرتك شايفين ما شاء الله، كان ممتاز، موقع مثمر، والأرض محاطة بشجر الجزورين بالكامل. الكهرباء طبعا موجودة، مدعمة من الدولة، الكهرباء مدعمة من الدولة لأرض السفراء. ما شاء الله أنا جوه الأرض، ماشي جوه الأرض زي ما حضرتك شايفين، مزروعة طبعا كلها فول أخضر، طبعا بجوار شجر البرتقال واليوسفي. تزرع جميع المحاصيل زي ما حضرتك شايفين، حتى الفول ما شاء الله منتج، اللهم صل على النبي، بطريقة عالية جدا ما شاء الله ما شاء الله، يعني عود الفول ما شاء الله عليه،
مثمر للغاية ما شاء الله، أرض محترمة في الزراعة ما شاء الله، اللهم صل على النبي، حاجة عالية جدا. ماشي داخل الأرض، طرق ممهدة داخل المزرعة مش عليه الوسائل، سواء العربيات أو الكرارات داخل المزرعة من داخل زي ما انتم شايفين. والري زي ما حضراتكم شايفين ري تنقيط، ري تنقيط عصير، سواء فول، فاصوليا، أي حاجة. ما شاء الله أرض قادرة على الزراعة والإنتاج المثمر. السنة الجاية إن شاء الله بإذن الله هيتم طرح الوسيفي والبرتقال، المانجو حتى الآن بتطرح. والأرض دي كانت زرعة زراعة بطيخ ما شاء الله، أخرجت إنتاج عالي للأرض، عدى 400,000 جنيه خلال زرعة البطيخ. ده الطريق، تعتبر الطريق الرئيسي بدخلة المزرعة اللي أنا ماشي عليه، وكل الطرق من أرض الدبلوماسيين ممهد ممهد، يصلح سير جميع الحملات الخفيفة عليه، سواء عربيات، جرارات، أي حاجة، حتى لو نالك تقيل ممكن تمشي عليه. ممتاز ممتاز، ربنا يبارك لصاحب المزرعة ويبارك للي هيكون هيشتريها بإذن الله، تكون فتحة خير عليه. حضرتك أنا داخل على المانجو الكيت، طبعا ما شاء الله المانجا بتنتج كل سنة إن شاء الله إنتاج عالي، حباية المانجو تعدي الكيلو، كيلو جرام زي ما حضرتك شايفين. أنا داخل جوه مزرعة المانجو اللي هم السبع فدين مزروع المانجو، داخل جوه المزرعة، انتاجها ما شاء الله ممتاز ممتاز، تكون فتحة خير اللي يكون هيشتري هذه المزرعة. زي ما حضراتكم شايفين انا ماشي في السبع فدين اللي مزروعين المانجو، زراعة ممتازة، كهرباء، مية، وأقل ملوحة للمياه في أرض الدبلوماسيين، والكهرباء زي ما قلت لحضراتكم مدعمة من الدولة، الكهرباء مدعمة من الدولة زي ما قلت لحضراتكم. موقع ممتاز واستثمار ممتاز للي يقوم بالاستثمار، يستثمر في أرض دبلوماسيين. ما شاء الله أرض ممتازة من أجود أنواع الأراضي الخصبة الجيدة في أرض دبلوماسيين، والسعر لقطة، والسعر لقطة، سواء للفدان او للمساحة الكلية لعشرين فدان زي ما حضراتكم شايفين. حتى شجر البرتقال والوسيفي المزروع ما شاء الله
زي ما حضراتكم شايفين انتاج محترم. ان شاء الله السنه الجايه هتكون فتحه خير للي هيستثمر في المزرعه. شايفين انتاج محترم ممتاز من البرتقال، ما هو شايفين ممتاز، انتاج راقي وعالي، موقع ممتاز، مكان ممتاز، مسافة بسيطة بين وادي النطرون، مدينة وادي النطرون ومدينة سرات، مسافة من مدينة سرات ساعة بالظبط، من مدينة سرات حتى الأرض، أرض مثمرة، والسعر ممتاز، والسعر ممتاز، والسعر ممتاز، والسعر ممتاز لسفر صاحب المزرعة خارج البلاد لشغله، للاستفسار عن أي شيء، وللسعر الممتاز يرجى الاتصال بزيرو 010-72-45-03 مكتب عقارات الكابتن للتسويق العقاري بمدينة السادات.